عرف العراقيون القدماء النحاس واستخدموه لأغراض مختلفة. فهذه الأدوات النحاسية التي نشاهدها يعود تاريخها إلى 2500 سنة قبل الميلاد، أي في زمن السومريين. منها فؤوس وحراب وأدوات صيد السمك وأباريق وأواني حفظ الماء ومرايا نحاسية وقدور. وهذا الإناء المصنوع من النحاس أكدي. وهذه قوالب طينية لصب المعادن تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. وهذه أدوات حربية وأخرى يرجع تاريخها إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وجدت في عقرقوف. هذه أدوات أخرى تعود إلى العصور الإسلامية المختلفة، مزينة بزخارف وكتابات إسلامية. هنا في محافظة كربلاء نجد هذا الرجل الفنان يعبر بأصالة فنية عالية عن أصالة الفنان العراقي، وقد وصلت نتاجاته الفنية إلى مستوى فني متقدم. لصناعة القدور النحاسية طريقة فنية تعتمد على المطرقة اليدوية التي تنحال بضربات متتالية على قرص النحاس الدائري. والقدور ذات أشكال مختلفة، منها ما يكون من الأسفل أعرض من الأعلى بشكل مسلوب ومخصر، ومنها ما هو دائري الشكل متساوي الحجم من الأسفل ومن الأعلى، ولها غطاء مخصر
ومسلوب إلى الأعلى، وبأعلى قرص عبارة عن مقبض لرفعه. لصناعة الصينية أشكال مختلفة، منها صغيرة الحجم تعمل من النحاس الأصفر البراق وبحواف محززة متساوية الأبعاد، ومنها الكبيرة التي تبدأ من قرص نحاسي يطرق دائريا لتكون له حافة مخصرة، وهذه تستخدم لوضع صحون الطعام عليها أثناء تناول وجبات الطعام. ومن النحاس كانت هذه التحف الفنية. قمقم ماء الورد النحاسي المزخرف، وطوس الدهن والحمام ذات الأشكال والنقوش الإسلامية المتميزة. طريقة صنع الإبريق النحاسي تشبه طريقة صنع الدلة، إلا أن هناك فارقا بالحجم، لأنه دورقي الشكل ثم يرتفع بتخصر زائد حتى يبلغ الفوهة. ولصناعة الإبريق أشكال ونماذج مختلفة اعتمدت على مطرقة الصفار لتكوين الشكل المطلوب. السماور النحاسي من أعقد الصناعات النحاسية وأدقها. Thank you.
أو اللجن أو المغسلة، أسماء متعددة لهذا الإناء النحاسي. منذ أقدم العصور والفنان العراقي يصنع من النحاس أدواته اليومية، مشكلا منها أحيانا تحفا فنية ذات قيمة عالية. المشربة من الأدوات المنزلية التي استخدمت سابقا لنقل الماء من النهر، ولها أسماء كثيرة مثل بقمة أو مسخنة. أدلة نحاسية استخدمها العرب لعمل القهوة العربية، وتتكون الدلال من 7 دلال تبدأ بحجم كبير يطلق عليه القمقم أو الكمكم، ثم تصفى وتلجانة، والأربعة الباقية للتوزيع. وتحمل دلة التوزيع باليد اليمنى، ويؤخذ فنجان القهوة باليد اليمنى أيضا. وطريقة صناعة الدلال تلفت الانتباه، خاصة عمل الحجوم الصغيرة منها.